وفي الحقيقة بنبدأ الحلقة النهاردة بسؤال بنطرحه على حضراتكم، وهو إن المنافسة في العمل دايما بيكون ليها إيجابيات وليها سلبيات، وعاوزين حضراتكم تحكونا على تجاربكم في المنافسة في العمل، وتحديدا وإحنا بنتكلم على فكرة المنافسة. المنافسة دي من وجهة نظر يعني المتواضعة دايما بشوف إن هي بتكون دافع مهم جدا للشخص على الإنتاج في العمل، على القدرة على العطاء، ودايما بيكون عاوز يثبت إن هو أفضل. مش فكرة المقارنة، لأن دايما المنافسة البعض بيحطها في مقارنات، اشمعنا فلان أنا أفضل منه. لا، هنا احنا بنتكلم على بيئة العمل اللي فيها نوع من أنواع الاستقرار، بيئة العمل اللي هي تقدر اللي انت تنافس فيها من غير ما يكون فيها أي نوع من أنواع المنافسات غير الشريفة بقى والمكائد اللي بتحصل في النص كده يعني. لكن دايما المنافسة بيكون ليها ثلاث أنواع، بنتكلم على منافسة من أجل الوصول لمنصب أو رتبة ما، بنتكلم على منافسة مادية، وبنتكلم على منافسة علشان تحقيق الذات وإثبات القدرات. وهنا هو ده النوع اللي أنا بتكلم عليه تحديدا دلوقتي، لأن لو بيئة العمل هي بيئة بتوفر لك كل أنواع أو سبل الراحة، هتقدر اللي انت تنافس وتكون يعني معطاء، وتثبت اللي انت قادر على صنع المستحيل حتى. لكن خلينا نقول برضو حاجة تانية، ان انا علشان اقدر اللي انا انافس محتاج ان يكون عندي نوع من أنواع عدم الخوف والثقة في النفس. اعتقد دول اهم سببين لازم يتوفروا عندي عشان خاطر اقدر انافس، لان لو انا بنافس اللي قدامي وانا جوايا نوع من انواع الخوف، خايف من مديري، خايف من اللي انا هقول وجهة نظري في امر هو اعتاد الامر ان هو يكون ماشي، او اعتدت طبيعة الحال بشكل عام ان هو يكون ماشي بنفس الرتابة او بنفس الوتيرة بقاله فترة، فانا النهاردة هطلع اقول وجهة نظري فيه، انا ممكن الناس تقول لي اللي انت ليه بتعمل كده، او ممكن مديري يتكلم معايا بشكل ازاي عملت كده من غير ما ترجع لي. فهنا لازم يكون في نوع من انواع الثقه في النفس، ولا ايه يا هدير؟ شوف، انا بشوف موضوع المنافسه في العمل ده بحسه منافسه محموده جدا وشيء ايجابي جدا، واعتقد انه بيصب في مصلحه الافراد وفي مصلحه صحيح. الشركات كمان واصحاب الاعمال، فاعتقد انه أصحاب الأعمال وبيئة العمل عموما محتاجين أنهم يعززوا مسألة روح المنافسة النزيهة الشريفة ما بين الموظفين في المؤسسة، ولو كل واحد فكر إزاي يتميز ويشتغل على نفسه، أعتقد أنه دي هتكون برضو نوع من أنواع المنافسة، أن أنت كل فترة تكون أحسن من الفترة اللي فاتت بالنسبة لنفسك، لكن كمان وانت بتحسن نفسك وتشتغل على نفسك، عينك على باقي الناس اللي حواليك، يعني التحلي بكل مكارم الأخلاق، لأنه مش مسموح أبداً أن المنافسة دي تخلق جوانا أي نوع من يعني الغيرة اللي مش شريفة، المكائد اللي بتحصل، الحقد اللي بيحصل ما بين الزملاء. علشان كده بقول الإدارات وأصحاب الأعمال عليهم دور كبير جداً في الموضوع ده، أنهم يعني يعززوا من روح المنافسة الشريفة بحوافز بقى، بمكافآت، حتى بالتكريمات اللي بتحصل في الشركات. ويمكن بقينا نشوف شركات كتير وأعمال كتير كل شهر يختاروا موظفين مثاليين، وده يعني بيحمس الناس وبيخلي عندهم حاجة مهمة، يعني لوحة الشرف، لوحة الشرف الموظف المثالي صحيح. في الأسبوع صحيح. دي بتبقى حاجة برضو مهمة، ومش بتعمل نوع من أنواع الغيرة الشريفة زي ما أنت ما بتقولي صحيح. كده حاجة مهمة جدا، إن نخلي الناس يبقى عندها إيه ده، هو هدير هي اللي خدت الموظف المثالي أو الرجالة المثالية في الأسبوع ده، أحمد في أنا هبقى في التميز وفي بالزبط. الدقة وفي أني أقدم عمل مميز كل الناس تتحدث عنه. وأخيرا عايزين نقول لحضراتكم أنه القمة تتسع للجميع، يعني نتحلى جميعا بمكارم الأخلاق، نشتغل على نفسنا، والنجاح موجود ومتاح للجميع. يعني سؤالنا هتلاقوه موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، المنافسة في العمل وإيجابياتها وسلبياتها، مستنيين نسمع تجاربكم. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.